خلال الثلاث ايام اللي جايين عندنا جلسات مع رؤساء الأندية، بنحدد ايه اللي هيكون مناسب واللي ما لا يتعارض مع ارتباطاتنا اللي جاية. لان هرجع لك بقى لبقية السؤال التاني، ان احنا النهاردة السنة الجاية يا جماعة عندنا كم هائل من الارتباطات. خلينا نقول الورست كيس سيناريو او اصعب حاجة ممكن ان احنا نواجهها، ان في دورة افريقية، في الاول تصفيات افريقيا، في دورة افريقية احتمال انها تتلغي، محدش عارف لحد دلوقتي. لو اتلغت ممكن الصورة تكون احسن شوية في الزنقة بتاعنا او الارتباطات. يعني في عندك كاس عالم عسكري هيتلعب هنا في مصر، وده حاجة مهمة جدا جدا جدا. يعني ده انت عارف الاستعدادات بتاعت حاجة زي كده، مش هقدر اعمل زي المرة اللي فاتت ان اقول فريق واحد زي الجيش هو اللي يطلع، لا ده هيتخصص له لعيبة كتير جدا، ده معمول عندنا هنا ولازم نظهر بالشكل اللي يليق بينا كمنتخب عسكري. في عندي ارتباطات اهلي وزمالك وبيراميدز، في عندي منتخب اولمبي انا لازم في النهاية اجي اوفر له كل سبل التدريب، واحنا رايحين نجيب ميداليه، احنا مش رايحين نهرج. فكل هذا الكلام حضرتك هيتحدد عليه الفتره اللي جايه. ما ارجوه من كل زملاتي في منظومه كره القدم، هنستحمل بعض، احنا عايزين نقوم كره القدم. مش غرض حد انه ياجل ولا انه يعمل. احنا النهارده مفيش تاجيل تم الا وظروف قاهره، احنا مش عارفين يعني. انا اكتر واحد في الدنيا عايزين نبتدي يوم ونخلص يوم تاني. حصلت كورونا، يا رب ربنا ينجي البلد كلها منها، ان شاء الله كلنا هنوقف مع بعض. قبل بس اي حاجة انا عايز اشكر معالي الوزير دكتور اشرف صبحي على المجهود الرهيب. 2 الصبح تبص تلاقيه بيشتغل، ده كل يوم مش يوم واحد يعني، لحد ما نوصل للي احنا وصلنا له ده. كان قدامنا هدف واحد بس، يمكن هاخد من البرزنتيشن بتاعت معالي الوزير لما قال في اطار رؤيه القياده السياسيه وتنفيذ القرارات استكمال المنافسات والمسابقات الرسميه وخصوصا كره القدم. يمكن هي كلمه واحده، الكلمه دي انا مش عايز اقول لكم كم المجهودات اللي اتعملت فيها قد ايه. كم زملاتي طبعا الاول هنقول طبعا معالي الدكتور اشرف صبحي والمجهود الرهيب اللي عمله، والزملاء في وزاره الشباب والرياضه طبعا، اللجنه الطبيه بقياده الدكتور العظيم محمد سلطان، اللجنه الفنيه الدكتور محمود سعد ربنا الحمد لله يشفيه ويديله طول العمر، الزملاء كلهم ناس كتيره جدا جدا اشتغلت علشان نطلع باللي احنا وصلنا له ده. اقول مبروك عوده كره القدم، وكلنا نخلي بالنا من بعض.